أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتناول في هذا الدرس نص أدبي وهو قراءة يعتبر نموذجاً عن المسرحية. طبعاً المسرحية هي فن أدبي يتناول قصة تمثل على المسرح، ومن المعروف أن المسرحية لها عدة عناصر، وهي الشخصيات أولاً، ثم الزمان والمكان والأحداث والحوار والعقدة والحل. طبعا درسنا هو بعنوان الفراسة. الفراسة هي تعتبر نموذج من المسرحية. تدور هذه القصة حول رجلا إعرابي أخرج بعيره ليتناول في الأعشاب في الكلى، وبعد أن ذهب ليسترجع هذا البعير أضاعه وبحث عنه في كل مكان ولم يجده. في طريقه صدف أربعة إخوة فسألهم عن هذا البعير، فأجابوه الأربع إخوة. أولهم قال أنه هل بعيرك أعور؟ قال نعم. فقال الأخ الثاني هل بعيرك أزور؟ قال نعم. فقال الآخر هل بعيرك أزعر؟ قال نعم. فقال الأخ الرابع هل بعيرك شرود؟ قال نعم. قال هذه هي صفات بعيري، أخرجوه لي أو أريد بعيري منكم. فقالوا لم نرى هذا البعير، فاتهمهم بسرقة هذا البعير. بعدها قال سوف نذهب إلى القاضي لنتحاكم عنده. فجاءوا إلى القاضي و قال الحاجب القاضي هناك رجل أعرابي يريد أن يشتكي إليك قضيته. فأمر القاضي الحاجب بأن يدخل الأعرابي ومن معه، فدخلوا وقال القاضي ما عندك أيها الأعرابي؟ فقال الأعرابي هؤلاء الرجال الأربعة يقولون يذكرون صفات بعيري ويقولون أنه ليس عندهم، فأنا أتهمهم بسرقة بعيري. فقال الأعرابي ويحكم، لمن يأتي بهذه القضية أو بهذه الحال أي السرقة في بلادنا؟ وهذا إن دل على شيء يدل على العدل وعلى الأمان في ذلك الزمان وفي ذلك المكان. فقال القاضي ما حجتكم أن البعير ليس عندكم أيها الرجال؟ طبعا الرجال هم أربع أخوة، وهم الأول اسمه مضر، والثاني ربيعة، والثالث إياد، والرابع سعد. فتكلم مضر عن إخوته الثلاث فقال يا سيد القاضي أنا قلت أن بعيره أعور. فقال القاضي كيف عرفت هذه الصفة؟ فقال رأيت أنه يأكل جانبا من الأعشاب ويترك الجانب الآخر، لذلك عرفت أنه أعور. فقال حجتك قابلة للتصديق، أما أنت يا إياد كيف عرفت أن هذا البعير هو أزور؟ قال طبعا معنى كلمة أزور أنه يوجد عرج في إحدى يديه الأماميتين. فقال عرفت أنه أزور لأن كانت إحدى قدميه أو إحدى يديه ثابتة الأثر، أما الأخرى فكانت فاسدة الأثر. فقال أيضا حجتك قابلة للتصديق، أنت إياد كيف عرفت أن هذا البعير هو أزعر؟ ومعنى أزعر أنه مقطوع الذيل. فقال يا سيد القاضي عندما رأيت روثه كان متجمعا في مكانه على الأرض، ولو لم يكن مقطوع الذيل لكان قد نثر بعره في كل مكان. فقال أيضا حجتك قابلة للتصديق، وأنت يا سعد كيف عرفت أن هذا البعير هو شرود؟ فقال معنى كلمة شرود أنه نافر وخائف. فقال عرفت أنه شرود لأنه كان يأكل من العشب الكثيف ثم ينتقل إلى العشب الأقل كثافة ويتناول منه. فقال القاضي إنكم وفقا ما ذكرت أنكم بريئون من هذه التهمة، واذهب أيها الرجل الأعرابي وابحث عن بعيرك في مكان آخر. طبعا إذا أردنا أن ننظر إلى هذه القصة أي قصة الفراسة نجد أن المسرحية فيها العناصر التي ذكرت سابقا، الشخصيات والزمان والمكان والحوار والعقدة والحل. هذا بالنسبة للمسرحية. أما بالنسبة للفراسة فهي كانت
علما متبعا في العصور القديمة لكشف الحقائق وإثارة وحل اللبس الحاصل عند بعض الأشخاص. الآن نتناول الدرس ونقوم بقراءته. المسرحية. المسرحية هي فن أدبي يتناول قصة تمثل على المسرح، وتعد المسرحية في جوهرها حوارا ينمو من خلاله البناء المسرحي وتتطور الأحداث. ومن عناصر المسرحية الشخصيات والأحداث والحوار والزمان والمكان والعقدة والحل. وتدور أحداث هذه المسرحية حول صفات يتصف بها البدوي كالذكاء والصدق والكرم والعدل. إذا أردنا أن نستخلص الفكرة من هذه الفقرة نجد أنها تتحدث عن المسرحية وعناصرها. إذن الأفكار الفرعية واحد، المسرحية وعناصرها. ننتقل للحديث عن قصة المسرحية. قاعة المحكمة، القاضي يجلس على الكرسي وحوله بعض الحاشية. يدخل الحاجب سيد القاضي. القاضي: ما بك أيها الحاجب؟ الحاجب: بالباب رجل من الأعراب يطلب الإذن بالمثول بين يديك، إن له شكاية يبغي عرضها عليك، يتهم 4 رجال أتوا معه بسرقة بعيره. القاضي: أدخلهم حالا. يدخل الحرس الإعرابية والرجال 4 ويلقون السلام على القاضي. الرجل: بعيري أيها القاضي، بعيري ضاع، سرقه 4 يا سيدي. القاضي: اطمئن يا رجل، سنعيد لك حقك، ولكن هل تعرف من سرقه وأين وكيف؟ الرجل: أجل يا سيدي. القاضي: كنت قد تركته منذ الصباح يرعى الكلى، وعندما طلبته لم أجد، وبحثت عنه في كل مكان دون فائدة، وفجأة وجدت في الطريق 4 رجال من الأعراب، سألتهم عن بعيري فأدلى كل منهم بصفة من صفات بعيري، وعندما طلبت إليهم أن يدلوني عليه زعموا أنهم لم يروه قط، فلازمتهم إليك يا سيدي لترى فيهم رأيك. القاضي يشير إلى الرجل: هذا الرجل يزعم أنكم سرقتم بعيرا له، ما قولكم؟ مضر: حاشا الله يا سيدي أن نأتي جرما كهذا في أرضك. القاضي: لكنه يقول إنكم وصفتم بعيره بصفاته، فماذا تقولون في ذلك؟ مضر: يا سيدي إننا وصفنا له بعيره حقا، لكننا لم نره قط. القاضي: عجبا، وكيف يكون ذلك؟ تصفون شيئا لم تروه، هل أنتم من المنجمين الذين يجوبون البلاد طلبا للرزق؟ مضر: لا يا سيدي، لقد عرفت أنه بعير أعور ربيعة، وأنا يا سيدي عرفت أنه بعير أزور إياد، وأنا يا سيدي عرفت أنه أزعر سعد، وأنا يا سيدي عرفت أنه شرود. القاضي للرجل: هل هذه صفات بعيرك يا رجل؟ صفات بعيرك يا رجل؟ الرجل: أجل يا سيدي، هي بعينها. إذا أردنا أن نستخلص الفكرة الرئيسية لهذه الفقرة أو لهذا المقطع نجد أنها تدور حول اتهام الرجل الأعرابي للإخوة 4 بسرقة بعيره. إذن الفكرة الثانية لهذا النص هي اتهام الإعرابي للرجال بسرقة بعيره وإحضارهم إلى القاضي. هذا بالنسبة للمقطع الأول. المقطع الثاني: تسري همهمة بين الحاشية، وعندما يرفع القاضي يده يصمت الجميع. القاضي: أتعلمون جزاء من يأتي جرما كهذا في بلادنا؟ هذا لم يحدث من قبل. مضر: نحن لا نكذب على حضرتك يا سيدي القاضي، وإنما عرفنا صفاته
من آثاره التي دلت عليه. القاضي مستغربا من آثاره، كيف؟ مضر، عرفت يا سيدي أنه أعور لأنه كان يرعى جانبا ويترك جانبا، وهذا ما رأيته في المكان الذي كان يرعى فيه. القاضي مهمهما، هذا جائز. وأنت يشير إلى ربيعة، كيف عرفت أنه أزور؟ ربيعة، عرفت ذلك يا سيدي حين رأيت إحدى يديه ثابتة الأثر بينما كانت الأخرى فاسدة الأثر، فأدركت أنه أفسدها بشدة وطئه لإزوراره. القاضي، حسن حسن. وأنت يشير إلى إياد، كيف عرفت أنه أزعر؟ ألست أنت الذي عرفت ذلك؟ إياد، بلى يا سيدي، إنما عرفت ذلك باجتماع بعره، ولو كان ذا ذيل لتفرق بعره في الطريق. القاضي، وقد زال غضبه تماما. حسنا، وأنت كيف عرفت أنه شرود؟ سعد، لقد عرفت أنه شرود لأنه كان يرعى في المكان الكثيف النباتي ثم يتجاوزه إلى مكان أقل نباتا. القاضي للحاشية، يبدو أن هؤلاء الرجال صادقون. مضر، نحن يا سيدي أبناء نزار بن معد. القاضي، نزار بن معد، إنكم حقا من أشراف العرب بل من سادتهم الأكرمين، أهلا بكم في ديارنا ومرحبا، أنتم ضيوف على الرحب والسعة. أما أنت أيها الرجل فاذهب وابحث عن بعيرك فإنهم لم يروه. مضر، الشكر لسيد القاضي أدام الله عدله. إذن إذا أردنا أن نستخلص الفكرة الرئيسية لهذا المقطع أيضا نجد هي فراسة الإخوة الأربعة في إزالة اللبسة عنهم. إذن الفكرة الثالثة لهذا هي فراسة الإخوة في إزالة اللبسة عنهم. هذا بالنسبة للأفكار الفرعية التي تدور حول الدرس. أما بالنسبة للفكرة العامة إذا أردنا أن نستخلصها من الدرس كاملة نجد أن الفراسة هي دورها في كشف الحقائق والخلافات في المواقف الحرجة. إذن الفكرة العامة لهذا النص هي دور الفراسة في كشف الحقائق وإزالة الخلافات. الآن ننتقل إلى شرح المفردات التي قد تناولها هذا النص، بعض المفردات الغامضة. كلمة الحاشية، ما معنى كلمة الحاشية؟ الحاشية هي البطانة والخاصة أي الأشخاص المقربون من القاضي، والجمع حاشيات وحواش. الحاجب هو البواب، أما الكلا فهو العشب الذي يرعى فيه البعير. المنجمون هم الذين يدعون معرفة الغيب. أزور، كنت قد شرحتها لكم، في إحدى أطرافه انحراف واعوجاج. أما أزعر، معنى كلمة أزعر أنه مقطوع الذنب، ومعنى كلمة شرود أنه نافر وخائف وتائه. وطؤوه داسوه، الوطأ بمعنى مكان الحضور أو مكان المداس. هذا بالنسبة لفن المسرحية وللفراسة وما يدور حولها كعلم من العلوم التي كان يتبعها العرب في القدم في كشف الحقائق وفي إزالة اللبس في بعض الأمور. ولكم جزيل الشكر أعزائي الطلبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.